الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي كل محبي علم التشريح والمهتمين بدراسة التشريح البصري، لكم مني تحية إعزاز وتقدير. النهاردة حبيت أتكلم مع حضراتكم على طريقة البلاستينيشن أو البلاستكة بالنادي تكنيك، أسسها أستاذنا الدكتور فوزي النادي أستاذ التشريح والأجنة بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة. إحنا عملنا فيها موديفيكيشن بسيط. الطريقة دي بسيطة لحفظ الجثث وتفادي حفظها في الفورمالين، وحضراتكم كلكم عارفين الأدفيرس إفكت بتاع الفورمالين على الصحة العامة وعلى البيئة المحيطة يعني. فالنهارده بنتكلم على طريقة بسيطة وسهلة لحفظ الجثث، تقعد مدة طويلة جدا لسنوات عديدة بنحفظ بها العينات، لأن الإنسان منذ القدم بيدور على طرق مختلفة منذ قدماء المصريين، عمليات التحنيط ووعيات الأصماغ اللي كانوا بيحطوها حوالين الجثث ويلفها بكذا لفة من الكتان، دي كلها كانت طرق مختلفة للتحنيط أو حفظ الجثث. فالناس دائما بتدور على إن الجثث تقعد لفترة أطول لبعض المعتقدات الدينية. عندنا في العلوم الطبية بنحاول نحافظ على الجثث عشان الدراسات التشريحية أو أي دراسة، دراسة الجراحة، دراسة البطنة، كل دي عينات زي ما حضرتك هتشوفوا معانا بتفيدنا في هذه الدراسات. فاحنا حاولنا بطرق مختلفة إن احنا نحفظ عينات، ولكن الشيلف لايف تايم بتاعها كان بيبقى قليل. على سبيل المثال لما حبينا نعمل معدة بتاعت هورس، جبنا معدة فريش وحطينا جواها الفورمالين وسيبناها ساعتين ثلاثة، وبعد كده طلعنا عملنا لها ملناها بالهواء بالكمبريسور وقفلناها من ناحيتين وعملناها ميرسلي في قلب الفورمالين، غطسناها في قلب الفورمالين قعدناها يوم اتنين لحد ما تفرملت كويس، بعد كده خدناها جففناها، فاحنا عملنا فورماليزيشن ودراينس، بعد كده دهناها بالفلوت او الورنيش. ده طريقه برضو من حفظ العينات، طريقه بسيطه وسهله، والحاجات بتقعد اكتر من 10 سنين، يعني عينه زي اللي قدام حضراتكم دي عمرها حوالي 12 سنه، دي الاستومك بتاع الهورس بكل التراكيب اللي موجوده فيها. وممكن نعمل بنفس الطريقه عضلات ونحفظها، بس طبعا المانيبيوليشن بتاعها بيبقى صعب، انها ممكن تتكسر، ممكن تبقى مش ديورابل يعني في ايد. دي بلاستينيت الدوق وكمان دوق، وهنشوف دلوقتي ازاي شرحنا فيه وازاي يبقى مستمر معانا سنوات عديده لدراسه البيطريه او دراسه التشريح بمختلف اجزائه بقى، يعني نقدر ندرس عليه الديفرنت ماسلز، الارتري، انهيرت، اي فرع من التشريح ممكن حضرتك كمان تشرح جوه العينه البلاستينيتد. فاحنا جبنا الحيوان عملنا له تخدير بالكلوروفورم، بعد كده عملنا بليدنج عن طريق الكومن كاروتيد ارتري، يعني جينا عند الكومن كاروتيد ارتري هنا وعملنا بليدنج، حطينا فيه كالونه وصفينا الدم بتاع الحيوان وعملنا له كيلنج. من هنا بقى بدانا نعمل موديفيكيشن شويه، حقنا صلاين فيسيولوجيكال صلاين للحيوان حوالي ازازه وحطينا فيها اتنين امبول هيبارين داخل ازازه الصلاين دي، تمام؟ ده كله بيعمل ايه؟ بيعمل سله في الدم وبيعمل كومبليت بليدنج، يصفي الدم بتاع الحيوان كويس قوي عشان الدم والميه هما اللي بيعملوا بيترفاكشن او بيعملوا تعفن للجثث، فكل القصه ان احنا نخلص الجثه من الميه اللي موجوده فيها. وانت زي ما حضراتكم عارفين برضو ان الدم ده ميديا واسعه لنمو الميكروبات المختلفه. صفينا دم الحيوان كويس عن طريق البليدنج الطبيعي وعن طريق حقن صلاين مع الهيبارين. بعد كده بنعمل فورماليزيشن العين، بنحقن فورمالين، فورمالين 10% بنحقنه عن طريق الكومن كاروتيد ارتري بيتوزع عليه الجسم كله. حضرتك وانت بتحقن الفورمالين بتتاكد ازاي بيحصل ستيفنس لكل اعضاء الجسم، حتى الاذن بتاعه الحيوان بتلاقيها بدات ريكتد. تقدر حضرتك في الوقت ده تثبت الحيوان زي ما انت عايز، الوضعيه اللي تثبت بها الحيوان كما يتراءى لك. التثبيت ده باي شكل من الاشكال، انما احنا في التشريح بندرس الحيوان في النورمال ستاندنج بوزيشن، في الوضع الطبيعي لوقوف الحيوان. بعد كده بحط الحيوان بسيبه يومين كده بره يتشرب الفورمالين كويس، بعد كده بحطه ايمرسد في الفورمالين، بقى هغطسه في حوض فيه فورمالين برده 10%. بعد اسبوع او اتنين، عشان حضرتك شهر اتنين تلاته سنه وقت ما حضرتك يتراءى ليك، تطلع العينه وتبدا تعمل الديسكشنز بتاعها او تشرح العينه. على سبيل المثال احنا عندنا العينه اهو، شايف حضرتك السكن في طراوه غير عاديه، الشعر بتاعه ماسك كويس، بنشرح العينه، يعني عينه زي اللي قدام حضراتكم ده عاملين اكسبوشر للرايت سايد بتاع الثوراكس والابدومينال ماسل، وعملنا ايه؟ عملنا بورد جوه الثوراكس، عملنا فتحه جوه الثوراكس
وفتحه جوه الاب، من ده موديفيكيشن للنادي تكنيك. النادي تكنيك ما عملش حيوان كامل، ولكن احنا عملنا هنا اكتر من حيوان، عملنا بورت داخل الصدر وداخل البطن. بدأنا نشرح العضلات المختلفة. ممكن حضرتك عينة زايدة عاوز تشرح تاني اي جزء عاوز حضرتك تشرحه، عاوز تشرح الفيس، عاوز تشرح الابدومن، اي جزء عاوز تشرحه. في كمان عينة معانا شرحناها برضو من الليفت سايد، ده كله يسهل على الطالب الدراسة. ده كان عملية بسيطة لحفظ العينات. عملنا عينات اخرى زي الريات الفار، هو شرحناه من الداخل وعملنا له بلاستينيشن ميت سيجيتال سيكشن للكدني. انواع الاسماك عملنا لها كمان. عندنا في الفيميل جينيتال تراكت، الفيميل جينيتال تراكت عملنا لها بلاستينيشن باينه قوي، يعني دي عينه زميل من الولاده اللي جايبه لي سيستيك اوفري، باين قوي السيستيك اوفري هنا. هنا باين الاوفري بتاع الكاو اهو واليوترس. لاي دراسه حضرتك عاوز تعلم الجسم ممكن عينه دي تسهل عليك، ازاي تمسك السيرفكس، ازاي توصل للورن، ازاي تسقط ايدك وتوصل للاوفري. فالبلاستينيت السامبل حاجه هيلسي قوي، حاجه ديورابل، حاجه مش مؤذيه للصحه. يعني نكمل بقى ازاي عملنا البلاستينيشن للديفرنت سبيسمنت. بعد ما حطيت في الفورمالين وطلعت وشرحت زي ما انا عايز، انا شرحت العينه كما يطرا لي. يعني عايز من العينه دي ايه؟ هل عايز مثلا الثوراس كليم؟ عايز الارض من الكافيتي؟ عايز الثوراس كافيتي؟ لا، عايز الجنرال فيتشر. اي تركيب عاوز اشرحه بشرحه. بعد ما شرحت ممكن احطها في الفورمالين تاني، او ان انا خلاص بغسلها كويس بالميه، بعد كده بروح حاططها في اسيتون، اسيتون ابسوليوت 100% اسيتون، بسيب اسبوع وبشوف بالهيدرومتر تركيز الاسيتون. تركيز الاسيتون المفروض بتلاقيه حضرتك قل بشكل غريب. ليه بقى؟ لان الفورمالين اصلا حفظ العينه وعمل بريسبتيشن للبروتين بتاع الخلايا، فعمل لي فيكسيشن للخلايا او تثبيت للخلايا. كده حفظنا العينه بالفورمالين. يجي الاسيتون، البايننج اكشن اوف الاسيتون اشد من الفورمالين، يطلب الفورمالين ويدخل مكان الفورمالين. فبقى الاسيتون بسيبها في اسبوع واشيلها تاني واحطها في ابسوليوت تاني اسيتون. لما بعد الاسبوع التاني من الاسيتون لو قست بيه تركيز الاسيتون بعد كده ولقيته مثلا وصل 97 96، خلاص كده العينه اتشربت بالاسيتون كويس، اطلعها واسيبها شويه لحد ما الاسيتون تتخلص من الاسيتون. بعد كده تيجي المرحله الثالثه من عمليه البلاستينيشن، هو ان انا اخد العينه اللي هي كانت امرست في الاسيتون واتشربت كويس بالاسيتون احطها في جليسرين. الجليسرين بيعمل ايه؟ الجليسرين بريزرفتيف والبايندنج اكشن بتاعه عالي قوي، يطرد الاسيتون ويحل محله ويعمل بريزرفيشن للعينه في اللونج ران، يحافظ على العينه فتره طويله. طب اسيبها في الجليسرين قد ايه؟ حوالي اسبوعين. تمام، يبقى الجليسرين بيدخل على مستوى الخليه، يدخل جوه الخلايا يحفظها. فضلت لي مشكله بعد الاسبوعين، طلعت العينه من الجليسرين، بقى الجليسرين ملزق على العينه. الجليسرين الموجود بيتخلص منه بالاستاش، بس الاستاش او النشا لو حضرتك حطيت على العينه هنا لا ده هتلزق فيها ومش هتلاقي الجمال بتاع الشعر ده بالشكل ده كده والطراوه بتاع السكين ده كله هيلزق. لا، ان احنا نحط النشا في الاكياس قماش جواها الاستاش، وبعدين نحط الحيوان نغطيه كامل بالاكياس دي. تمام، والحاجات الفتحات اللي انا عملتها عملت اكياس صغيره ودخلتها هنا. ايه اللي حصل بقى؟ الاستاش راحت ممتصه لي الجليسرين اللي بره الخلايا، خلاص بقت الخلايا زي ما حضرتك شايف كده، دي المصل زي اهي ايا كان. وبنيجي نعلم هنا الطلبه، قول نيدلز دي انديكيت لايه، او البين دي بتقول ايه في المنطقه، في كل منطقه ايه مختلفه. كان البلاستيكه عموما بتعتمد على عمليه دخول بوليميرز او جزيئات بلاستيكيه الى الخلايا، بتعتمد على ان خلايا ندخل اسيتون ونعمل حاجه اسمها فورس الامبرجنيشن، نشفط الاسيتون وندخل مكان الاسيتون بوليميرز. بوليميرز زي الايبوكسي وزي السيليكون 10، دي كانت حاجات بتحفظ الخليه. تخيل حضرتك الخليه بتحتفظ بكل التراكيب بتاعتها، بالسيتوبلازم بتاعها، بالاورجانيلز اللي موجوده فيها في البلاستيكه العاديه. انما هنا البلاستيكه عمليه حفظ العينات لفتره طويله. ده كان ملخص بسيط لعمليه فورماليزيشن، فرمله، عملية وضع في الاسيتون او ميرسنج في الاسيتون، بعد كده في الجليسرين، بعد كده نتخلص من الجليسرين عن طريق الايه؟ عن طريق الكورن ستارش. عملنا عينات تانية لبرنامج تميز الحيوانات الاليفة،
بص حضرتك معايا ادي الكات ميل كات اهو زي ما حضرتك شايف، ادي التستس موجوده في البرينيال بوزيشن، مش عليه ديفرنت اناتوميك فيتشرز لاي مكان، سواء الابدومينال وول، مشرحين الابدومينال وول والابدومينال ماسلز، الاكسترنال اوبليك والانترنال اوبليك والترانسفيرس ابدومينال، ودخلنا على الابدومينال فيسرا. حضرتك عاوز تشوف التوبوجرافي بتاع الابدومين، عاوز تشوف التوبوجرافي بتاع السوركس، عاوز تشوف السوراسيك ماسلز، تدخل على الهارت زي ما انت عايز. الجزء اللي عاوز تشوفه تشريحيا تشوف الهارت والامتداد بتاعه، تشوف مكان، نعرف الطلبه مكان الاوسكالتيشن بتاعت الهارت والبركشن، ازاي يسمع القلب بالسماعه. دي كلها كانت عينات. عملنا برضو عينه تانيه، عملنا اكسبوشر للسايد بتاع الابدومينال والثوراسيك زي ما حضرتك شايف معايا كده اهو، شلنا الثوراسيك والابدومينال وول من ناحيه الليفت سايد، ده في الليفت سايد اكسبوشر للليفت سايد بتاع الثوركس والابدومين، نشوف الكليه موجوده فين، بنشرح لهم بقى دراسات تشريحيه مختلفه موجوده في السبلمبر ريجن وهكذا بقى. اي جزء حضرتك عايز تعرفه في التشريح نقدر نشرح هنا، كمان نعمل فيزر دايسكشن للعينه زي ما حضرتك شايف كده، وحاجات ديورابل بتوع سنين، يعني حضرتك العينات دي عاملين لنا من 2018، فالحاجات دي بتبقى ايه ديورابل وبتقعد وقت طويل. عملنا كمان اهو في الكات، ده كان ميل كات، دي في ميل كات اكسبوشر للليفت سايد بتاع الثوركس والابدومين. دي كانت ديفرنت بلاستينيتد سامبل جهزناها، الطب البيطري جامعة بنها، ولكم مني جزيل الشكر والاحترام وتحية لكل من ساهم في المشاركة بعلمه لرفعة هذا الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.